الشام بنسأل الضيوف قبل ما نضيفهم مي إذا بحبوا يشربوها فيجة ولا من البراد، ولما منقول فيجة منكون عم نقصد مية الحنفية، وعادة الشوام إنه يتركوا الحنفية مفتوحة شوي لحتى تنزل تازة وباردة، هيك بيتركوها مفتوحة لحتى تروح المي المرسبة بالأنابيب وتنزل المي التازة من النبع، لهيك كان كتير قليل لحتى يحطوا الشوام المي بالبراد، لأنه هن بيشربوها تازة وباردة من الحنفية مباشرة. وفيجة كلمة إغريقية معناتها النبع أو العين، وجنب نبع الفيجة بالشام كانوا الرومان يقدموا القرابين لآلهة الينبوع، وبتقدروا حالياً تشوفوا تمثال هاي الآلهة موجودة بالمتحف الوطني بدمشق.